كون علول يعني ما قاعد أم بعلول أم مو وي انتظر أي نوع لنا نسميها إن أنت كرسانة معناه ذو ماها إن هذا وحباء قون ذو وحي قانا مع علم صبر تأيات كرينيسا أنتو نيمكي ووح النقد علول مركا تدك أنت بدن وكستمر كي أنا وحي أنت بدن ذا البدن ويعني حق وحيسينا يعني علوشة تدك صودنا وحافظ إيمانا ودتك أنا أقانه مش مقاحي معها وجريود الدقيه غفك سام مكيني كرو أمن جودتك الدقين جريها مو ضمانة غادي كرو شهادة هيرك كوباد جامعة باجولر دقريقة أي لبجر قاعدة تيها دانا وحا أي تهاي ميت كميدة تدك كوغن عصادة برتا أولنين كأهجارهان وحا أي كرسا عنو يكا نعيدو دكال دوان قال هان عنده اللو يقانو علوشة أي عان كنت هايقو ينعلولي أيان اللي يرهدا وإقرأ سعيد حسن أو إقرأ عين عين لو يقانو شقوين كلا دوان أو أي سوق بطي إيا شقا كدوان شقوين كاس أو كفضود أو أي رهديسي ما دام أي تايقوف وحبرتي بعدي قوب فربادان أو أي أوقا شاي وما أي سنسور تقرين إن أي هشو تاس أو كباجين كرتي حولشاد هادا أي حولتي شقادان أي كوكو دجرتو إغرق عين عين أيا نوغور بحين أي سوء وحيابها كيني إن أي كارينت عندان قشو إيا سيدو كليتو وحكو كليفي إنت أي سن بلابين كهور ساع قبضها أي لكولانتي أي نوغور بحين دون تا سيدو كلي شغادان عندو كارينت أح وحان بلابي بشان هادا أن كل جرنو ومان تساقال توانك مريسا صدح دي أيام بلابي الحمد لله ملفي عنا مريسا والله صوت يقول لي سوى حواية إن شغلة قبته وقتها هاي اللي على سجرا يودك شغلة أنت كشرت يو وحاسة مرك إسمير صدق يعني وحكو فكري إن سمي فكر كان يركع أما هالأبور كان يركع إن كان عسير عن سمي مرك الحمد لله وأنا إيه رجلي ملفي عنا يون إمريا إنا نهرتي وحصابرتي وتعامل عضو أنسول لمي وحقيق لابا باتشان هستا لابا كل يدودو شغل سكول هاينا وسول لمي سيدو كالتو وحن كاميدا هاي بهذا قرالكا وغرامان هاي سيدو كالتو صحافدنا وقايبان كاها مركا أنو إنتاس أو هولود وضا أما قايب كاها أما دي إنتاس أو حرفضود لها أيان وحن سمي عمتكارنتان إنا عن تكرسانا معناه ذو ماها إنا ذن وحباء قون ذو وحي قانا مع علم صبر تأيات كارينا يسا عنتو ودن كي أذو لور شهادة هايستا من شهادوني بادن هايستا بادن ودن كشغا كهيلينين مركا دي هادي آد وح صبرة وشغوي ديد معناه ذو ماها إنا قرق إسكتشوك ديد وإنا مسكح ذا الشيشا دادا كادن بيو مستقبل على هاي والدة على هاي بل مسكح ذا توجي كدب كون علولي يا أودالتي كون علولي يا هيرجلي. هرت إنت أنا كبير إنت وشغل هرت سيدا ومركز القبنا يا أمر البلابة وبلينا دكسنة سام وغشاد دكسنة سام مركز تو إسدها شقة بلابة سع الصب بالشدة نوعية ذك الدوم بوزيتيف نكفله نيجاتيف نكفل كفله الحمد لله مركز بلابة إنك صو إنسان نيجاتيف وجبناين لكن أودتك إدي هيرجلينا عين ويسود وين عين wanaag badan ayaa kala kulmay aad kor ugu qaadeen aad isoo dhaweeyeen iyagoo waliba isugu kay daray duco iyo dhirgelin iyo waliba in ay cuntadeeda iga iibsadaan oo ay ugu xirmaa marka wanaag badan ayaa kala kulmay bulshada wanaagaas oo mid aan awalba ka rajaynayo horta cunadeeda inaan suuq u helo oo dadku ay arkaan waxa qayb weyn ka qaatay saaxiibadeeda miidiyaha iyaga yani inta badan shaaciye saas ay dadku arkaan marka lambaradayda ayaa ku qoran waa la ila soo xariira cuntadana waxaan u sameeyaa yani marka la iga soo dalbado ayaan sameeyaa oo dadka u sameeyaa qof walba intuu rabo maxay yeelay guri ayaan ku karinayaa gurina marka ku karinaysa caqabado iska badan yihiin oo meel qof kasta uu iman karo ama qof kasta uu yani ka cun karo maaha marka waxaan israadeeyay hadii ay saas tahay isku day in qof kasta ku soo waca mar gaar uu karisid iyo sida uu rabo macnaha juuskiisa aad ugu sameysid midda labaad delivery ayaa jiro oo cuntooyinka markii dadku soo dalbadaan mootooyin ayaa u saara oo qofka goobtiisa shaqada iyo gurigiisa ba gaarsiinayo oo u geynaayo dadka saaxiibada ah oo ugu xiran oo iga agdhowna xaafada ayaan yani dhaha imaada oo ku cuntay oo ku qaraaxaysta waqtiina ku qaata
marka dhowrkaas nooc ayaan ku gudbiyaa maya caqabad horta la sheegi karo maanta dhigi karo caqabadaas jirto oo yani businesskayga caqabad weyn ku ah ma jirto laakiin shaqo marka qabanaysay sidaba waxyaabo yar iska jiraan mararka qaarkood magacaagi oo kaleto inuu dadka saameyn ku yeesho waa laga yaabaa oo dadka qaar inay ku dhahaan oo kaleto ama family ha ahaato ama dad kale ha ahaato inay ku dhahaan waxaanan weligeen sameyn ama aanan ku fikirin ayaa qabatay marka maxaa ka waday macnaha inay waxyaabahaas oo kaleto ku dhahaan iyaga oo ka wada macnaha inay ku niyad jabiyaan oo kaleto waa arkaysaa mararka qaarkood dadku la soo hadlayo midda labaadna kuwin caloolay caqabad kaleto maanta ay dhihi karto waa jirtaa ma jirto ima qabsan dadka soo doonanayo oo xaafadda imaanayo waa dadka aan ani aqaano maxaa yeelay waxaa taasna sababaysa amniga dartiis waayo meesha maqaaxi maaha waa guryo dad degan yihiin qof kastaa ma keeni karo amnigooda dadka degan guryahan ma u damaanad qaadi karo laakiin dadaan aqaano oo saaxiibaday ah oo waa keeni karaa iyagana way yimaadaan way cunaan inta kaletana deliveryan ku dhiibaa kuwin calool yacni magac unbaa calool aa ma ogiya cuntada ayuu nooc oo dhanaan sameeyaa calool ha dhihin hilib ha dhihin bariis ha dhihin jabaati malawax oodka cuntooyinka dhan waa sameeyaa laakiin naymkii waa wuxuu noqday calool marka dadka inta badan oo kastamarkayga ana waxay inta badan dalbadaan oo yacni xoog u xiiseynayaan caloosha marka waan rajaynayaa inta hadda iga soo dalbatay iyo in kaloo badan in uu yacni cuntadeyda ay cuni doonaan oo dhadhamin doonaan waana soo dhaweynayaa qof kasta oo macnaha qeyb ka mida ama cuntaha iga dalbado ama muuqaalkayga ha sheer gareeyo ama yacni ha ii duceeyo qof kasta u mahad celinaya oo si uun uga qeyb qaatay kicinta ganacsigan idinka oo Rice TV-na aada idinku mahad celinaya waayo waxaa qeyb ka noqoteen dadka kicinaya oo meel dheer gaarsiinaya dhammaantiin aada u mahadsantihiin. Inta badan dhalinyarada waxbaratay ee gudaha dalka ku sugan ma helaan shaqooyin u dhigma waxyaabihii ay barteen iyo juhdigii waalidiintooda ay ku bixiyeen. Qaarkood ayaa tahriiba halka qaarka kale shaqo la'aan ay la jiifaan guryaha in yar oo ka midana waxa ay la daalaa dhacaan noloshooda sidii ay ku maarayn lahaayeen. Saciid Cabdiraxmaan Cali Saciid Xaabsa, Rice TV, Muqdisho.